يعني قد ما حكينا سلمى عن الأم بيضل قليل، ما في أي كلام ولا أي جمل بتوصف أو بتقدر توفيها حقها على التعب يلي بيتعبوه معنا. أكيد، والله يخلي إمهات الكل ويرحم يلي توفوا. أكيد، وبتضل الأم هي اللي بتلم وهي هي الأساس وهي عمود البيت. صحيح صحيح. أما هلأ بما أنه عم نحكي عن الأم، فالمرأة الحامل كتير بتعاني خلال شهر رمضان وبتواجه صعوبات وبتحتار شو هي الأشهر اللي لازم هي تصوم فيها واللي لازم ما تصوم فيها. في أشهر بتكون أوقات خطيرة عليها كمان. صحيح عفاف، وبنفس الوقت دائما في أسئلة بتنطرح عن محاذير الصيام للمرأة الحامل وبعض الإرشادات. بعض السيدات بتقرر أنه هي لا بدها تصوم رمضان، فبيكون في بعض الإرشادات لازم تتبعها مع طبيبها المختص وبعض الفحوصات اللي لازم تعملها وغير كتير من الأسئلة اللي بتدور بذهن المرأة الحامل وحتى المرأة المرضعة بالأشهر الأولى. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر ونجاوب عن كل الاستفسارات مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة سوسن محفوظ، اختصاصية نسائية. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك ويسعد اوقاتك. رمضان كريم. رمضان كريم على جميع، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. خلينا بداية، يعني المرأة في سيدات عندهم شهر رمضان اساسي للصيام، يعني انا حامل عندي وحام صعب ما كثير بينتبهوا على حالهم بهذا الموضوع، هن بدهم يصوموا، ففي هون اشهر يمكن تعد خطرة للصيام للمرأة وفي اشهر آمنة، خلينا نتعرف عليها. سؤال كثير بنسأله هلا برمضان. خلينا نقسم الحمل، فترة الحمل 9 اشهر لثلاث اتلات، نحن بنسميهم تلت اول تلت ثاني تلت ثالث، كل تلت هو ثلاث اشهر. هلا التلت الاول اصعب شيء فيه اعراض الغثيان والاقياء اللي بيكون موجود فيه، فهي اللي ممكن تعيق من حدوث الصيام. اذا انا عندي اقياءات شديده ممكن تؤدي لتجفاف مع الصيام ولفتره طويله بدون سوائل وبدون مي، فهذا كمان بده يزيد من التجفاف وبالتالي من الخطوره عليها وحتى على البيبي. إضافة التلت الثاني، الرابع الخامس السادس هو أأمن شيء ممكن يكون بفترة الصيام. هلا التلت الأخير السابع الثامن التاسع كمان بيصير في عندي زيادة بحجم الجنين، بيصير فيه زيادة حاجة الجنين للغذاء أكثر من التلت الأول، هي فترة تكون أعضاء الجنين فما كتير بيكون في عنده هالحاجة للغذاء. بس الأعراض الحملية الإقياء والغثيان هي اللي ممكن تكون عائق. هبوط الضغط بيكون أكثر شيء بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لأنه أنا بصير في عندي تغيرات فيزيولوجية عند الحامل، في عندي توسع وعائي، هذا الشيء بيؤدي لهبوط ضغط، فهذا بده الإكثار من السوائل. نحن الحامل من أول حملة بننصحها أنه بدك تكتري مي كتير خلال النهار، ففترة الصيام الطويلة والانقطاع عن شرب السوائل فممكن كتير يؤدي لهبوط ضغط حتى لدرجة غياب عن الوعي. فلما بيكون في عندي هيدي الإشكالات فنحن بنقول للحامل أنه فيك تجرب تصومي، إذا صار عندي إعياء شديد، دوار شديد، تعب، غياب عن الوعي، فأكيد لازم يكون في إفطار. التلت الاخير انه مثل ما حكينا انه بتزيد حاجه الجنين للمواد الغذائيه، فنحن بننتبه كثير على حركه البيبي. اذا مثلا في عندي بس حست انه في قله بحركه الجنين فانه هي المفروض كمان هون نوقف عن الصيام. اذا كانت حامل توأم، الامراض اللي بتترافق مع الحمل بتظهر اكثر شيء بالتلت الاخير من الحمل، انسمام حملي، ارتفاع الضغط، السكري الحملي، فهدول المرضى كمان نحن بنمنعهم من الصيام. فيعني أأمن تلت هو التلت الثاني انه بيكون اوكي، بس نحن دائما اكيد بننصح على الحامل اوكي فيك تصومي، بس دائما بدها تكون الصيام تحت استشاره طبيه، بدها تعمل مراقبه. يمكن بدها تعمل مراقبه طبعا. أكيد. طيب دكتوره، في كمان خلينا نقول في محاذير بشكل عام للحفاظ على حياه الجنين خلال الصيام، اذا افترضنا انه هي كانت الشروط او الشيء اللي حكيتي عنه هي ما عندها اياه، لا عندها مشاكل تخطت نحن بالثلث الثاني او الثلث الامن مثل ما حضرتك سميتيه للصيام، فشو هي المحاذير ايضا لازم تنتبه عليها او المؤشرات البسيطه لازم تعرفها للحفاظ على حياه الجنين؟ تماما. هلا بنرجع بنحكي انه الاعياء الشديد، تعب، دوار، تسرع القلب هي من اعراض نقص السكر وحتى هبوط الضغط. كمان دائما بننصح الحامل انه حتى بفتره الصيام انه انا مو بس اكلت وجبه على الافطار ووجبه على السحور انتهى الموضوع انه صارت الامور بخير. اول شيء بده يكون عندي تنوع غذائي، بده يكون وزن الحامل منيح، يعني مريضه 45 كيلو حامل فاكيد رح يكون كثير في عبء بالحمل تماما. بده يكون فيه اكثار من السوائل بين الفطور والسحور بننصحها، بدها تاكل عده وجبات، يعني مو اكلنا على الفطور كل شيء ساعتين ثلاثه لازم يكون فيه وجبة. بدها تكتر كثير خضروات، فواكه،
منتجات الألبان، طبعا أكيد بتتجنب الأملاح لأنه بده يؤدي لاحتباس سوائل وبالتالي زيادة العطش والتجفاف خلال النهار. بدي تاكل الشغلات اللي فيها ألياف كتير، لأنه أصلا أنا عندي بالحمل بيصير نتيجة تأثير هرمون الحمل شوية ركودي بالأمعاء وركودي بولية بتزيد من خطورة الإمساك الشديد، الإمتانات البولية. فهيدا النصائح كمان بدها تلتزم فيها. أي أعراض بتظهر خلال فترة الصيام ما التزمت بهذا النظام الغذائي، صار عندي هيدي الأعراض، فنحن بنقول لها انه اوكي ممكن مثلا كل كم يوم انه انت افطري يوم، حاولي تعوضي فيه سوائل، حاولي تعوضي فيه الياف مشان نتجنب هيدي الامراض والمشاكل. حكيتي حضرتك انه بالثلث الثاني من اشهر الحمل هون فيها هي تصوم صيام امن، في ممكن اذا كان سبب الصيام خطوره على صحتها او صحه الجنين بهي الاشهر ممكن ما ناسبها حتى بالثلث الاخير، شو هي الاعراض اللي بتعاني منها؟ هي بتكون يعني بتأنذر انه في خطر هون على صحته وصحه الجنين بالثلث الثاني والثالث. قله حركه الجنين، اذا صار عندي انتانات بوليه متكرره، لانه مثل ما حكينا عند بالحمل بيصير في ركود بولي اصلا هو عامل مؤهب لزياده الانتانات البوليه، وقله السوائل كمان بتزيد هذا الموضوع. اذا عندها نسبه رمل منيحه بالبول، اذا عندها سكري حملي، هدول يعني محطوطين على نظام غذائي معين وعلى خافض سكر دم، ممكن باي لحظه يتعرضوا لنوبه نقص سكر، وبالتالي حتى مثل ما حكينا غياب عن الوعي. عندي ارتفاع بالضغط، هدول المرضى يعني اكيد نحن بنقول لهم انه لا ما في صيام، هون لازم توقف الصيام. واكثر شيء بنخليها تراقب حركه البيبي، يعني خصوصا بالثلث الاخير من الحمل، اي قله بحركه البيبي معناتها هو تعرض لنقص سكر، فبنقول لها انه هذه المراقبه، الاعياء، التعب، الدوار، هدول بتراقب هدول الاعراض اكثر شيء. اذا صار عندي هذه الاعراض فنحن بنضطر انه نخليها تفطر. طيب دكتور سوسن، خلينا نحكي بما انه حضرتك حكيتي عن الاغذيه، خلينا نحكي عن بعض الاغذيه المفيده للمرأة الحامل برمضان وخصوصا للي عم بتصوم، يعني فشو ممكن خلينا نقول في اغذيه بتفيد بتتخزن بالجسم وبنفس الوقت ممكن تتخزن لفتره طويله لحتى تفيد الجنين؟ تمام. هلا نحن قلنا انه الناس ممكن كثير تاخذ سكريات كثير على اساس انه انا والله باخذ سكر وحلويات يعني عليكي، فنحن بالعكس الصايمه بنقول انه خففي من السكريات والدهون. هلا البيبي لما بيحتاج سكريات فانه هو بيحرق من الشحوم اللي موجوده عند الام وبيأمن السكريات اللي موجوده، بس الالياف ما أنا موجوده، يعني اذا هي ما امنت له اياها تماما، الخضروات، الفواكه، منتجات الالبان، بس اكيد مو ناخذ المالح، يعني لبن اوكي لبنه بس ما يكون في شيء مالح عشان ما يزيد من احتباس السوائل والتجفاف اللي ممكن يصير عندها. البروتينات اللي هي موجودة بالفول، بالفاصوليا، بالحمص، بالعدس، باللحمة، يعني هدول اللي بدها تركز عليهم. أما السكريات والدهون، المشروبات اللي بتأدي لاحتباس سوائل، الكافيين بتخففه، الكولا بنخففها، يعني هدول الشغلات هي بتكون مضرة أكثر ما أنها مفيدة للحامل. خلينا ننتقل لعند الأم المرضعة، يعني هي كمان بنفس الوقت بتعاني من صعوبات وكتير عم تستهلك من غذاء للطفل وعم تعطيه من طاقتها، شلون هي هون فيها تحافظ على طاقتها خلال فترة الصيام أو آلية الصيام يلي لازم تتبعه؟ تمام. هذا كمان كتير سؤال مهم، لأنه المرضى بتقول أنه خلص أنه هذا أأمن أنا، فأنا خلص صحيح. فيني صوم ما في عندي أي خطورة. كمان بنقسم فترة الأرضاع لفترتين، يعني نحن أول 4 أشهر من الأرضاع بتكون البيبي معتمد على الرضاعة الوالدية تماما، يعني ما عنده أي شيء عم يدخل لغذائه. بعد 4 أشهر ممكن يكون في شوية أغذية عم تدخل على غير الأرضاع، وبعد 6 أشهر بيكون بلش يأكل نظامي، يعني وبالتالي بتخف الأرضاعة الطبيعية. فبعد 6 أشهر الأرضاع ما في يعني مانع أبدا للصيام. أول 4 أشهر كمان بنرجع بنحكي نفس الشيء، إنه بدها تكتر من السوائل، لأنه إذا خففت من السوائل صح بتضل الحليب إنه فيه مواد غذائية، بس كمية السوائل اللي موجودة فيه المي قليلة، وبالتالي حتى البيبي ممكن يتعرض لتجفاف. فهي إذا لاحظت إنه عند البيبي إنه في علامات تجفاف، يعني مثلا إنه ما عنده تبول منيح، التغوط عنده صار كمان أقل من قبل، فهي كمان لازم تنتبه على هذا الموضوع وبالتالي توقف الرضاعة مشان تأمن له هيدي الشغلات، لأنه هو ما بياخذها غير عن طريق الرضاعة الوالدية. فبس بعد 6 أشهر آمن بالنسبة للأم. أكيد بدها تنوع غذائها مثل الحامل، بنرجع بنحكي إنه بين الفطور والسحور عدة وجبات، إكثار من السوائل، طبعا تنصح ب3 لتر يوميا، يعني بتقول المريضة إيه أنا عم كتر مي، قديش عم تشربي؟ 4 كاسات مي باليوم، فهي كتير قليلة، يعني وسطيا بدنا 3 لتر تقريبا مي. تنوع الوجبات الغذائية، بنرجع بنأكد إنه بدنا الخضروات، الفواكه، البروتينات، منتجات الألبان، بنخفف من السكريات والدهون، هدول ما في أي إشكالية بالنظام الغذائي. طيب دكتورة، بما أننا عم نحكي عن المرضع، كمان حضرتك قلتي إنه نحن بنقسم الفترات طبعاً لعمر الجنين، في كتير أمهات بعد ما بتولد بتروح ما بدها ترضع رضاعة طبيعية، بتاخذ
طرق أخرى، وهذا الشيء ممكن يأذي الجنين نفسه أو المولود الحديث الولادة الخدج. فكيف ممكن يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنه قديه بتنصحي أنه لا احنا لازم نحافظ على الرضاعة الطبيعية أقصى قدر ممكن؟ نحن أول ما بيولد من إلا للأم فوراً بتحطيه على صدرك، لأنه فيه عندي أنا مو بس إنه الغذاء، فيه مواد مناعية لسه عم توصله يعني لحتى تحميله مناعته من الأمراض. فأكيد الرضاعة الطبيعية هي أفضل كتير من الصناعية. مشاكل الإمساك عند البيبي أكتر مع الحليب الصناعي، لأنه نسبة السوائل فيه قد ما حاولنا بالحليب الصناعي انه نحن نعمل توازن غذائي بالنسبه للعناصر الغذائيه ما بنقدر نوصله مثل حليب الام. فالرضاعه الطبيعيه مثل ما حكينا مو بس بتامن العناصر الغذائيه، المناعه للجنين خصوصا اول 4 أشهر، فاكيد لازم تعتمد كل ام على الرضاعة الطبيعي على الاقل اول 4 أشهر لحتى نبلش ندخل له غذاء. يعني هو طبعا وسطيا الرضاعة سنة، بس يعني نحن أول 4 أشهر هو اعتماده الأساسي على الحليب والنظام الغذائي والتوازن الغذائي الموجود بالحليب، حتى نسبة المي الموجود بحليب الأم مشان يحميه من التجفاف، يحميه من الإمساك، يحميه من مشاكل الإنتانات البولية اللي ممكن تكون نتيجة قلة السوائل، لأنه حتى أنا مي ما بكون عم بقدر شربه، فهو عم ياخد كل شيء عن طريق الرضاعة الطبيعي. بنهاية قررتنا معك والمعلومات الحلوة اللي قدمتنا إياها هيك شوية نصائح مهمة لكل أم حامل وأم مرضعة، شو بتنصحيها خلال فترة الصيام؟ أول شيء من إلا كل أم ما في مشكلة تحاول تصوم. نحن دائما لما بيسألونا من إلا بتحاول تصومي، بنعطيها النصائح اللي لازم تعملها أثناء الصيام، إنه بين الفطور والسحور لازم تأكل كل ساعتين وجبة، لازم تشرب 3 أناني مي بين الفطور والسحور، بتنوع بين الخضروات والفواكه والبروتينات والمنتجات الألبان، السكريات والدهون مانا مهمة، أكيد ما في ممارسة رياضة أثناء فترة الصيام، نحاول قدر الإمكان ما يكون في أعمال مجهدة. هي من الشيء اللي كان بدي أسألك عنه دكتورة. هلأ دائما بنعرف أنه بيقولوا بالأشهر الأخيرة مفيد جدا الرياضة للمرأة الحامل وبالأخص المشي، أنه بتسهل عليها عملية الولادة. عملية الولادة، وفي بعضهم إذا كانت بالصيف فأنه هي ممكن تسبح كمان، السباحة تعمل تمارين جيدة لتهيئ المرأة للولادة. ولكن برمضان هل نفس القاعدة بنقدر نطبقها لا أو لا؟ لا، برمضان أكيد ليه؟ ما في رياضة، لأنه بدها تستهلك هي تستهلك من طاقة تماما، ما رح تقدر تكمل وقتها للصيام، بدها تستهلك طاقة طبعا. فالأعمال المجهدة والرياضة ممنوعة خلال فترة رمضان إذا في صيام. أما إذا كانت مانا صايمة فهي بتقدر تمارس الرياضة. من الرياضات المسموحة المشي والسباحة للحامل، هدول أكثر شيء تماما مفيدين. حتى حياتها دائما نحن بنتعرض لهذا السؤال إنه بقعد برتاح، لا، من إلا لآخر لحظة يعني بحياتك الحملية إنه مارسي حياتك النظامية وعملك، بس إنه مو الأعمال المجهدة يعني مو ولا قايمة عم تعزل البيت وطالعة على السيبة وما صحيح. بعرف هدون في خطورة يعني إنه ولا توقع الحامل إيه. فبس حياتها العادية إنه بطلع وبفوت وبمارس حياتي العادية كتير ضرورية للحامل. والرياضة المشي نص ساعة يوميا، حتى في ناس بتقلك بس آخر شهر ممكن أولد بالسابع، لا، الحياة النظامية العادية والمشي والسباحة من الرياضات المسموحة تماما للحامل. هي الحركة كمان خلال فترة الصيام بدها سوائل، يعني أي حدا عم يمشي أو عم يعمل مجهود حتى ضمن البيت، يعني ست البيت إن كانت حامل أو مرضعة بدها تلحق على شغل البيت، على الطبخ، تجهز الفطور. حتى الست العادية مو بس الحامل، يعني خلال شهر رمضان بيكون متعب، الحركة والمجهود بيكون متعب خلال فترة الصيام. فنحن هيدي بدنا نتجنبها خلال فترة الصيام. مشروبات بتزيد الطاقة خلال النهار أو خلال فترة الصيام للمرأة الحامل؟ العصائر، هي العصائر أكثر شيء، إنه هي عصائر وتكون طبيعية مثل ما هلأ كنا عم نحكي ببداية الهيدا، ما يكون فيها ملونات كتير، يعني عصائر طبيعية بتعطيها طاقة. البروتينات ممكن تعطيها طاقة، سكريات على عكس ما هو يعني متداول إنه والله هي ممكن تعطيها طاقة، لا، شوكولا ممكن يعطيها طاقة. شوكولا، هلا هيك جبتي السعادة لكل الحوامل، لكل السيدات بالعموم. هلا دائما بينصحوا هو بالحقيقة بالشوكولا الغامقة أو السوداء، انه هي اخف سكريات واكثر طاقة، فيها مادة الكاكاو مفيدة جدا. تماما، هي الاكثر فائدة. طيب كمان دكتورة سؤال ثاني، اليوم كثير من السيدات الحوامل اللي بيكون مهددة بانه هي يصير عندها ولادة مبكرة، فكثير بتقلق وبتخاف انه هذا الشيء ممكن يأثر على حياة المولود الحديث او لا، مع انه يعني شفنا حالات الحمد لله يعني ولدت ولادة مبكرة بس ما كان في تأثير، وفي ناس تتخوف من الشهر الثامن اكثر من الشهر السابع، ليه؟ هلا للاسف هذا غلط شائع كثير. احنا من إلا للام كل ما كان كسبناه اكثر بالرحم فهو اامن له. يعني هيدي المعلومه الشائعه انه بالسابع بيعيش بالثامن ما بيعيش هي غلط 100%. كل ما كسبنا يوم
يعني انا مثل لما بدنا نحطه بالحاضنه، فنحن كل ما كسبناها بحاضنه الام الطبيعيه يوم اكثر كل ما كان افضل له. هلا في حالات بتجي متاخره، يعني نحن ما بقى نقدر نعمل شيء، نحن في اجراءات بنتخذها لما بده يكون في ولاده مبكره، بنعطي ابر لتسريع نضج رئتين الجنين بحيث نخفف قدر الامكان من الحاجه للحاضنه الصناعيه. في موقفات مخاض نحن ممكن تستجيب الام عليها، بنوقف المخاض حتى لو وقفناه اسبوع 10 ايام مثل ما حكينا، كل ما كسبناه بالرحم اكثر كل ما كان امن له ممكن يعيش اكثر. ففي حالات بتجي متاخره كثير ما بنقدر لا نوقف المخاض ولا حتى تستفيد من ابر تسريع النضج الرئتين، لانه هنا على الاقل بده 12 ساعه، يعني في حالات بتجينا ما بتلحق ساعتين ثلاثه بنكون خلص ولدنا، فهدون للاسف ما بيعيشوا. فبس الحالات اللي نحن بنقدر ناجل فيها الولاده نعطي الابر لتسريع نضج رئتين الجنين، فهدون بيعيشوا. يعني في حالات بيكون عندها سوابق، نحن بنكون من الاصل مأهبين الحامل انه والله عندها سوابق ولادات مبكره، فنحن بنكون اخذين احتياطاتنا من بدايه الشهر السابع، الحمل التوأمي الثلاثي، هدول حكمة بده يصير عندهم خطورة ولادة مبكرة، بس هدول نحن بنكون أخذين احتياطاتنا، لهيك بتكون نسبة إنه يعيش الجنين فيها أكثر. شكراً كثير لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، يعني كنا بدنا نختم ولسه في أسئلة ومعلومات حابين ناخذها من حضرتك، إن شاء الله يكون المشاهدين استفادوا من المعلومات، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكراً لك دكتورة سوسان، ومثل ما قلنا يعني دائماً هي بعد هيك النصائح خلينا هيك نلخصها ولو سريعاً مع مشاهدينا، انتباه اهم شيء على السوائل خلال رمضان، تعدد الوجبات، اكثر من الخضار، فواكه، البروتينات، منتجات الالبان، الابتعاد عن الملونات والابتعاد عن الملونات، الابتعاد عن الجهد، الانتباه الى الاعراض اللي ممكن تدلني انه في عندي تجفاف، في عندي نقص بالتغذيه. صحيح. بدي اتشكرك مره ثانيه، شكرا لك دكتوره سوسن لك المعلومات اللي قدمتيها.